استطيع التربية وتحيي القلعة هي مؤسسة جديدة تم فتحوها خلال سنة 2014 وان شاء الله بربي كاين خرجوني وان شاء الله بربي كاين خرجوني. أي شخص يصدر في حقه أمر أو حكم قضائي ويتم حبسه بمؤسسة التربية وتأهيل القلعة فإنه يتمتع بمجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الواجبات. أنا راني متطوعة أستاذة تاع الطليانية وأني فرحانة كي نقدر نعاونهم في حاجة مليحة. عندي مؤهلات، عندي مستوى جامعي، تحصلت على شهادة البكالوريا وواصلت الدراسة تاعي. تعلمونا ولا تهلاو فينا وكلش، وماذا بينا أصحاب اللي راهم مساجين كيما حنايا يجوا يديروا تكوين. نسنا كيما هضرنا حسب الفرحة، درنا طالب قبلنا على هذا الشيء، درنا هضرنا ما هضرنا توحشناها.